المنطقة 51 أو Area 51 من أكثر الأماكن غموضاً وسرية بالعالم، وعليها حماية جداً كبيرة. طبعاً المنظمة هي منظمة عسكرية أمريكية للجيش الأمريكي، بس قاعد يصير فيها أشياء جداً مخيفة الصراحة، أو الكلام اللي قاعد يطلع عنها أشياء جداً جداً مخيفة. أظن معظمكم حالياً قاعد يشوف الميم اللي منتشر، اللي هو أنه تقريباً 1,000,000 على الفيسبوك قالوا انهم راح يغزوا منطقة Area 51 بتاريخ 20/9. طبعا الموضوع هذا كله استهبال، انه وسووا خطة، والناس اللي يتابعوا ناروتو اللي يرقدوا بشكل سريع راح تروحوا من اليمين، الناس المدري ايش من اليسار، الناس راح يلفوا من وراء. الموضوع كله استهبال، واظن اللي متابعيني على تويتر قاعد تشوف الميم او الاشياء الاستهبال اللي قاعد انشرها على منطقة Area 51. فبهالفيديو راح اعرف لكم شو هي منطقة Area 51، وراح نتكلم عن 5 معلومات مخيفة عن Area 51. فيلا خلينا نبدأ الفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اواي شهري على القناه على يد بلاي ستيشن 4 الاحترافيه رايزر راجو التيميت. كل عليك تسوي لتفوت بالجيف اواي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه، واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك، واتمنى التعليق يكون له علاقه بالفيديو. ويلا خلينا نبدا بالمرتبه الخامسه. ليش تاسست منطقه اريا 51 وشو اسمها الاصلي؟ اريا 51 اسمها الاصلي حسب ما بسموها الحكومة الامريكية محطة نيفادا للاختبارات الجوية، ما بسموها اريا 51. اريا 51 الاسم طلع من احد الوثائق المسربة اللي طلعت عام 1955 على ايام حرب الفيتنام، وبهديك الوثائق سموا المنطقة هاي باسم Area 51 أو المنطقة 51. والسبب الرئيسي انهم انشأوا هالمنطقة عام 1950 كان بسبب الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا والصين وغيرها، فسووا هالمنطقة أو هالمنظمة ليصنعوا فيها أسلحة ويعملوا تجارب وأشياء من هالكلام. طبعا 20 سنة لأعلنوا على المنطقة، يعني انشأوها عام 1950، بعد 20 سنة بالسبعينات تقريبا اعلنوا انه ايه عنا منطقة بصحراء نيفادا بلاس فيغاس عم نسوي عليها تجارب وهيك. ولعام 2013 يعني تقريبا من 5-6 سنين لاعلنوا عنها بشكل رسمي، يعني اول شيء انشوها عام 1950، بعد 20 سنة صاروا يعني يحكوا ايه في هنيك منظمة، بس كان حكي عنها سر يعني ما يقولوا شو يسووا فيها ولا اي شيء. لحديت عام 2013 لقالوا ايه في منظمة بشكل رسمي اعترفوا فيها الحكومة الامريكية واعترفوا بالاسم Area 51. قبل كانوا بس يسموها منظمة نيفادا للسلاح الجوي او شيء من الكلام، بس بعام 2013 اعترفوا بالاسم Area 51 اللي هو كل الناس كانوا يسموها بهالاسم اصلا. بالمرتبة الرابعة، من وين بدأ الكلام الغريب عن هالمنطقة؟ السكان يلي حوالين المنطقة هاي كانوا دائما يشوفوا اشياء غريبة بالسماء من التسعينات، من اول ما انشأوا المنطقة وحتى اليوم كانوا يضلوا يشوفوا اشياء غريبة بالمنطقة، يشوفوا اشياء بالجو، يشوفوا بعضهم كان يوصف الاشياء اللي هي اطباق سفر فضائية او بالاسم UFO او سفن فضائية، كانوا يضلوا يحكوا انه قاعدين يشوفوا الاشياء بالسماء الناس اللي ساكنين بقرب هذيك المنطقة. وبعض السكان هناك صاروا يشوفوا في اشياء غريبة عم تنزل جنب بيوتهم بالحدائق تبع بيوتهم او بالكراجات، اشياء غريبة، اشياء يعني حكوا مثل قطع تكنولوجية ما كنا نفهمها ولا كنا نعرف اي شيء عنها، فكانوا يتصلوا مع الشرطة ليجوا يشوفوا شو هالشيء. فاللي كان يجي عندهم لياخذ هالاشياء ما كان الشرطة، كان ناس ببدلات سودا لابسين نظارات شمسية وجايين بجمس أسود بشكل كامل، كانوا يوصفوهم نفس الناس اللي بأفلام Men in Black إن هم لابسين بدلات سودا ونظارات شمسية سودا ومخيفين نوعا ما، يجوا معك ما يتكلموا أي شيء، يجوا عندك ياخذوا الشيء هذا ويروحوا وخلاص مع السلامة، ولا يتكلموا معك ولا شيء، كانوا بعضهم يوصفوهم إنه نوعا ما مخيفين. وبالتسعينات كمان المنظمة هاي بلشت تحاول تفضي أي حد ساكن جنبها من شركات أو أي شيء، فأي عمال أي شركات قاعدة تسوي أشياء بمناطق قريبة من Area 51 خلوهم يروحوا، يعني ضبطوها من الحكومة الأمريكية، تكلموا مع الشركات خلوهم يبعدوا من هنيك. بس كان عندهم مشكلة السكان، السكان اللي بيوتهم قريبة من هذيك المنطقة ما كانوا فيهم انهم يطلعوهم، سكان وعندهم بيوت هنيك، بعض السكان رضيوا انهم يغادروا المنطقة والبعض لا. فاللي صار انه السكان اللي ضلوا موجودين صاروا شوي شوي تجيهم امراض غريبة، صار تجيهم امراض من وراء الراديشن او الاشاعات، الاشاعات هاي اللي تطلع من الاسلحة النووية او التجارب النووية، وصار بعضهم شوي شوي يمرض، اللي اذا واحدة حملت يجي لها طفل فيه
إعاقة غريبة، فأجبروا السكان المحيطين إنهم يغادروا، سواء كانوا قاصدين إنهم بيعملوا هالشيء أو عن طريق التجارب اللي بيعملوها بأريا 51 بدون قصد، سببت للسكان هدول يتأثروا ويمرضوا من الإشاعات النووية. وحاليا ب 2019 55 واحد بس ساكن او بيته جنب منطقة Area 51، مو جنبها بالضبط، يعني لما اقول جنبها قصدي بعد 50 او 60 كيلو هاي اللي جنبها، تقريبا قرب 40 او 30 كيلو ممنوع اي حد يقرب، ف 55 واحد بس، بالتسعينات كانوا بالالاف. بالمرتبة الثالثة، شو رح يصير لو قربت من منطقة Area 51؟ بوصف CIA او الحكومة الامريكية انه منطقة Area 51 اكثر منطقة عليها حراسة قوية بالعالم، ما في اي منطقة بالعالم عليها حراسة اقوى من منطقة Area 51. طبعا المنطقة محاطة بكاميرات بكل مكان ومحاطة ب سنسورات تكشف إذا أي واحد قرب، وحسب وصفهم أنه بيعرفوا كل نملة حوالين المنطقة، كل نملة كل حشرة موجودة على الأرض حوالين المنطقة راح يعرفوها، فأنه يعني قاعدين يوجهوا الكلام عشان لا حد يحاول يتسلل أو أي شيء، أنه حافظين كل مليمتر كل نقطة تراب حوالين المنطقة، فلو أي شيء غريب أو أي واحد حاول يتسلل راح يعرفوا هالشيء. طبعا لو قررت انك تقرب من منطقة Area 51، لو قربت بحدود تقريبا من 20 ل 30 كيلومتر راح تلاقي لوحات عم تحذرك انه تبعد، انه هون في منطقة سرية، منطقة للحكومة الامريكية ممنوع تقرب عليها. لو عديت هاللوحات راح تشوف لوحات تحذيرية تانية عم تقلك انه لو تعديت هالمنطقة ممكن تتخالف وبقيمة 5000 دولار اللي هو تقريبا 15-16 الف درهم او ريال سعودي، وممكن انه يقبضوا عليك الشرطة وتروح على السجن. لو عديت هاي المنطقة راح تلاحظ انه في سيارات جيب بيضة راح تضل تمشي وراك وين ما رحت، وبعدين اخر لوحة راح تشوفها انه لو عديت هاي المنطقة، لو خلاص هاي على بعد تقريبا 10 ل 20 كيلومتر، لو عديت المنطقة الاخيرة هاي ف مسموح لنا ان نقتلك، في سنايبرات راح يصيبوا عليك راح يقتلوك، او في ناس معينين منتشرين بالمنطقة لو عديت هالمنطقة لنا الحقية بشكل كامل ان نقتلك. ممكن حد يحكي هل فعليا في ناس ماتوا لانهم قربوا من منطقة Area 51؟ ايه، في صحفية بالتسعينات قرب من هالمنطقة وقتلها سنايبر، وعام 1987 في عجوزتين كبار كانوا بالسيارة وقربوا من منطقة Area 51 بشكل جدا كبير بالغلط، هم تاهوا ما كانوا قاصدين، والقوات هنيك قتلوهم، فعليا قتلوهم، طخوا على سيارتهم لحديت ما ماتوا جوا السيارة، وصار يطلع الدخان بشكل جدا كبير من سيارتهم، لانه هم في سنايبرات، في سيارات جيب تمشي وراك، وفي ناس واصفينهم بالكاموفلاج دود اللي هم ناس لابسين اواعي تكونوا بين الاشجار هنيك متخبيين مع التراب مع الرمل ما تشوفهم مسلحين، فانه لو اي حد قرب ما راح تشوفهم راح يطلعوا يقتلوك لو قربت للمنطقة بشكل كبير. بالمرتبة الثانية، الناس اللي بيشتغلوا بمنطقة Area 51 ناس معينين، مو والله اي واحد من الجيش الامريكي مهما كان جنرال مهما كان له اسم كبير ممنوع انه يفوت بمنطقة Area 51 ولا الشرطة، فقط ناس من CIA مسموحين يفوتوا على هالمنطقة. حتى الناس اللي بيشتغلوا بهذيك المنطقة ما بيفوتوا على المنطقة بشكل بري، مو بالسيارات بيفوتوا عليها، لا، لانه بخافوا انه حد يتسلل بالغلط، لانه اذا كان في سيارات كبيرة او شيء، فلا، المنطقة بيجوا عليها بشكل جوي فقط، من مطار لاس فيغاس بامريكا في طيارات ما عليها اي شعار بس عليها خط لونه احمر، هاي الطيارات هي اللي بتنقل الموظفين لمنطقة Area 51 وبترجعهم على هالمطار فقط، ما في حدا يروح لها بشكل بري. وفي احد الطيارين العسكريين كان بقرب المنطقة هاي، بالقرب قصدي بالحد المسموح، يعني فوق 70-80 كيلومتر الحد اللي هو المسموح، ما راح يقتلوك لو كنت بهديك بهالحدود، فكان بهديك المنطقة هذا الطيار وشاف شيء جدا غريب قاعد يطير بالسماء، وصف هالشيء انه شيء يعني ينافس قوانين الفيزياء، مجسم فوق الغيوم عم يمشي بسرعة 120 كيلومتر بالساعة، عم يمشي عكس الهواء اللي هو المفروض يكون شيء جدا صعب، وما إله أي أجنحة ولا أي شيء، كان مجسم أبيض عم يمشي بسرعة جدا كبيرة، وصوره وهالتصوير احتفظوا عليه الحكومة الأمريكية بعام 2004 ونشروه عام 2014 للناس عشان يشوفوه. طيب بالمرتبة الأولى، شو قاعد يصير بمنطقة Area 51؟ بالمرتبة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة، شفتوا قديش الحراسة قوية وكيف الناس لازم يجوا بطيارات خاصة عليها، يعني عليها أقوى حراسة موجودة بالعالم، فشو اللي قاعد يصير فيها؟
ناس بيقولوا فيها عندهم تقنيات السفر عبر الزمن، ناس بيحكوا عندهم تقنيات التحكم بالجو، وهالشيء كان موجود من فترة بأمريكا أعلنوا عنه، اللي هو الجهاز هارب اللي بيتحكموا فيه بالجو، بس كان إنه فقط إنه كونسبت مو إنه والله عندهم إياه فعليا. ناس بيحكوا فضائيين، والشيء الأرجح بيحكوا إنه عندهم أسلحة جدا متقدمة، أسلحة ليزر موجودة بهذيك المنطقة، وهالشيء ما بدهم ينشروه للعالم، ما بدهم أعداء أمريكا يستولوا على هالأشياء. أكثر شيء مرجح إنه أسلحة جدا قوية عندهم إياها، مو فضائيين ولا سفر عبر الزمن أو أي شيء، بس حسب النظريات اللي عم تطلع وحسب الإثباتات اللي عم نشوفها بتدل أكثر وأكثر إنه لا، في فضائيين بهذيك المنطقة. وعندي أكثر من دليل يثبت هالشيء. أول دليل، أحد الأشخاص كان هارب من منطقة إيريا 51، اتصل مع أحد الراديوهات، هالكلام بالتسعينات، وكان قاعد يحكي لهم إنه كان صوته قاعد يبكي، كان جدا خايف، وكان عم بيقول إنه هو هارب من هالمنطقة ومتأكد إنه راح يعرفوا مكانه قريبا، وبيحكي لهم بشكل جدا سريع إنه بالمنطقة عم بيسووا أشياء تخوف، أشياء إلها علاقة بالفضائيين. والشيء اللي أثبت كلامه صح إنه فجأة تلفونه فصل، أو الراديو اللي قاعد يتكلم معاه فصل، الراديو كله فصل، بعدين رجعوا شغلوا الراديو من أول وجديد وقالوا إنه شيء غريب. الناس المذيعين قالوا شيء غريب صار معنا، ولا ما صارت معنا، القمر الاصطناعي اللي بيبثوا إله موجات الراديو لينتشر انقطع بشكل كامل عنهم. الحكومة الأمريكية فصلت القمر الاصطناعي اللي كانوا متوصلين عليها الراديو مشان يقطعوا البث. I don't have a whole lot of time. I'm a former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. I started getting in some way something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or I don't know. It has to be something, though. وإثبات تاني، أحد المهندسين اللي اسمه بويد بوشمان كان أحد المهندسين بمنطقة أريا 51. كل الناس بيعرفوا، في الوثائق بتدل إنه كان أحد المهندسين بمنطقة أريا 51، وطول حياته ما تكلم أي شيء عن المنطقة، بس على فراش الموت كان خلاص يعني بالمستشفى وأيامه جدا معدودة، قال كل شيء أسرار عن المنطقة، إنه خلاص هو هيموت فما فينهم يضروه بشيء. فقال إنه هذيك المنطقة فيها فضائيين. تذكروا هذا مهندس عنده شهادات جدا عالية وكان يشتغل بهذيك المنطقة وعلى فراش الموت، قال إنه بالمنطقة في فضائيين، البشر عم يتعاملوا مع الفضائيين بهداك المكان، حكى إنه الفضائيين إجوا على الأرض بشكل عشوائي، بس الحكومة الأمريكية أو الناس هناك راحوا عندهم وجابوهم لهالمنطقة، ما بيخليهم ينتشروا بأي مكان بالأرض، فقط بهديك المنطقة. واللي عم يعملوه إنه عم يستعملوا تكنولوجيا الفضائيين، إن في التعاون بين البشر بهديك المنطقة والفضائيين لا يصنعوا أسلحة خارقة من تكنولوجيا الفضائيين بهديك المنطقة. وقال إنه في نوعين من الفضائيين اللي هو بيعرفهم الموجودين بهذيك المنطقة، وهالنوعين مسمينهم بالدوكيومنتس أو بالوثائق، نوع اسمه رانجلرز ونوع اسمه راسلر. ولقيت فيديو لواحد ساكن بلاس فيغاس نيفادا، وهذا الشخص قال انه الجارو اللي ساكن جنبه هو احد العلماء اللي بيشتغل بمنطقة اريا 51، فكان صحبه معاه، وكان دائما كل ما يسأله عن اريا 51 واي فضائيين وكذا كان جارو يضحك ويغير السيارة على طول. كان يعني حكى انه ضله تقريبا معاه لعشرين سنة ولا قدر ياخد اي حرف منه عن الفضائيين ولا اي شيء عن منطقة اريا 51 ابدا.
حكى يوم الأيام كان مع جاره وجاره سكر لدرجة جدا كبيرة، يعني سكر وشرب خمر بكتير. فاللي ما يدري الناس لما يسكروا غالبا يقولوا الحقيقة، إنه يعني يسكر خلاص يصير ما عنده تحكم على مخه ويقول الحقيقة بشكل كامل. فقال إنه جاره بهديك اللحظة قاعد يتكلم عن فضائيين ويقول له نحن بأريا 51 في فضائيين وعم نتعامل معاهم، وقال إنه في نوعين من الفضائيين. شايفين كلام المهندس اللي من شوي قاعد يقوله على فراش الموت إنه في نوعين من الفضائيين؟ جاره قال نفس الشيء، قال في نوعين من الفضائيين قاعدين نتعامل معهم، نوعين كل نوع فضائيين من كوكب غير الثاني وغير بعض بشكل كامل، الاثنين عم نتعامل معهم بمنطقة أريا 51. إذا كنت شوفوا الفيديو كامل راح تلاقوا اللينك موجود بالوصف، ما راح احطه عشان لا يطول الفيديو، فشيكوا اللينك بالوصف راح تلاقوا كلام هذا الشخص كله عن جاره وعن الفضائيين. وإثبات تاني، في مهندسين ألمانيين كانوا بيشتغلوا بالحكومة الألمانية النازية على زمن هتلر، فلما خسرت ألمانيا بالحرب العالمية الثانية أمريكا أخذت هالمهندسين ليشتغلوا عندها. فهالمهندسين اشتغلوا بأريا 51 بوقت من أوقاتهم. هالمهندسين لهم الدور الأكبر بنجاح عملية الرحلة الأولى للبشر على القمر اللي ساوتها أمريكا وراحوا على القمر بالستينات. هدول المهندسين كان لهم الدور الكبير بنجاح العملية، هم مهندسين بعلم الصواريخ أو شيء من الكلام. فلما عملوا معهم مقابلة بعدين بعد نجاح العملية، واحد منهم قال ما فيكم تحطوا شكر نجاح العملية كله إلنا، لقد تمت مساعدتنا. لما قالوا مين اللي ساعدكم، قال the people of other worlds أو الناس من العوالم الأخرى. بعدين المهندس الثاني لما سألوه قال شفنا حالنا انه عم نتعامل مع طاقة جدا قوية ما فينا نتعامل معها او مجهولة بالنسبة إلنا، وما كنا التكنولوجيا اللي عندنا ما بتساعدنا انه نتعامل مع هالطاقة. اللي اقدر اقوله حاليا انه قريبا رح نقدر نتواصل مع هالطاقة بشكل ما او باخر. The extraordinary unrivaled success of America's space program of the 1960s can be attributed to the visionary brilliance and expertise of two physicists whose names are synonymous with rocketry and manned spaceflight, Dr. Hermann Oberth and Dr. Wernher von Braun. Both of these men originally earned their stature in the field of rocket design by building ballistic missiles for Adolf Hitler's Third Reich during World War II. However, both of these men modestly admitted the spectacular success of their technical efforts was not theirs alone to claim. They had special assistance. Dr. Oberth cryptically stated, "We cannot take the credit for our record advancement in certain scientific fields alone. We have been helped." When asked by whom, he replied, "The people of other worlds." Dr. von Braun candidly revealed his knowledge of extraterrestrials in 1959 by stating, "We find ourselves faced by powers which are far stronger than hitherto assumed, and whose base is at present unknown to us. More I cannot say at present. We are now engaged in entering into closer contact with those powers." وأكثر عالم الناس مصدقينه وهو اللي بلش الكلام كله عن منطقة أريا 51 اسمه روب لازار. هذا عالم عنده شهادات كبيرة، وغير هيك هو حاليا بيزنس مان أو رجل أعمال جدا ناجح، يعني ما عنده أي أمراض نفسية، ما له مجنون، ما في أي سبب يخلينا نشك الكلام اللي قال اللي قاعد يقوله. فقال إنه اشتغل بأريا 51 بوقت من أوقات وكان في فضائيين وكل العلماء اللي هناك بيعرفوا بوجودهم وشيء عادي بالنسبة لهم، بس جدا سري عشان لا يطلع لبرا. وقال إنه الفضائيين هدول موجودين على الأرض لمئة ألف سنة، وبعض الناس بيؤمنوا إنه موجودين قبل البشر اصلا على هالارض. فضائيين هدول جدا عندهم تقنية متقدمة وقاعدين يساعدوا الحكومة الامريكية والجيش الامريكي بمنطقة أريا 51 ليطوروا اسلحتهم، وهم سبب تقدم البشر حاليا. انه البشر كيف حاليا عندهم الطيارات، انه خلال 40 سنة ولا 50 سنة فجأة البشر صار عندهم سيارات طيارات وصلوا للقمر. هالتقدم كله والقوة هاي كانت بمساعدة هدول الفضائيين، وانه البشر من 2000 سنة قبل ما كان عندهم اي تقدم، ما في لا سيارات ولا طيارات، التقدم كله اجا من 50 سنة. فما حد استغرب انه كيف البشر فجأة
إجالهم كل هالعلم. قال هالعلم كله إجا بمساعدة الفضائيين، وأنه بمنطقة Area 51 لسه عندهم تقنية ما مورجينها البشر، تقنية جدا متقدمة. وحكى أنه العنصر اللي بيستعملوه الفضائيين ليطوروا مركباتهم وهالكلام كله اسمه العنصر 115 أو العنصر 115. طبعا متابعيني تبع Black Ops زومبي أظن عرفتوا شو هو العنصر 115 في قصة الزومبي، هو العنصر اللي بيسبب لنشأة الزومبي، ويعني شيء مجنون انه العنصر اللي بيستعملوه الفضائيين حسب قول هذا العالم اسمه Element 115. واخر شيء قالوا انه اللي قاعدين نشوفه بمنطقة Area 51 هو فقط شيء جدا بسيط. قال كل دراساتهم وابحاثهم والمركبات بانفاق تحت الارض بمنطقة Area 51. في شباب هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات، هل فعليا تصدقوا انه في فضائي بمنطقة Area 51 ولا لا؟ وبس كان معكم شاركيات شركة كاش، كم ديها التاني ان شاء الله، مع السلامة. We'll be right back.